مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع، احنا النهارده معاكم من اشهر مكان الفطير المشتت في محافظه المنوفيه، مكان برج المنوفيه. برج المنوفيه هنا بنعمل فطير بقاله اكتر من 25 سنه. معانا زي ما انتم شايفين هنا بيتم بدء. عرفينا بقى كده نفس الخطوات اللي بيتم بتاع الفطير، بقى ايه اللي بيحصل؟ بنعجن الاول بميه وملح، وبعدين نقطع قطعه صغيره زي كده، وبعدين واحده بس اللي هنا، وبعدين نبططه زي كده، وبعدين بنروح هناك عند الفرن بقى بنكمل نخبزه هناك. بتسالوا وقتكم ازاي بقى وانتوا قاعدين بتعملوا كده؟ سلام سلام بنغني بنهرج. بتغنوا ازاي يعني؟ مش سامعين يعني؟ بتغنوا ازاي بقى؟ سمعونا كده. بتغنوا كده؟ كتاب حياتي يا عيل. واحنا عندها مشكلة تعمل الثانية. بس هو ده بنتكلم في المشاكل بتاعت الدنيا والفلوس والغلو. زي ما انتم شايفين احنا معاكم، انا فطير هيتم الخبيز دلوقتي. قول لنا ايه بقى بيتم ايه دلوقتي؟ ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بيتم بقى هو بنقطع جوه العجينه الاول بنعجن، تمام، وبعد كده بنطلعها من المعجن، يعني بنحط عليها ميه وملح بس، ونطلعها من المعجن نقطعها وتشبع ونبططها بالسمنه، ونرجع بقى نيجي نفردها هنا وندخلها الفرن. تمام. ده دلوقتي هيتم الخبيز دلوقتي؟ ده كده جاهز على الخبيز. كده على الخبيز، كده على الخبيز بقى، هي كده العجينه رفعت. ده فرن بلدي؟ بالخشب. بالعكس، يعني ده مش بالغاز، ده بالخشب والحطب والكلام ده. بيبقى ليه طعم تاني غير ال هو ليه طعم تاني غير بتاع الانبوبه والغاز وكده. فلاحي 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 بقى. تبقى قدامها قد ايه بقى على ما بتستوي جوه؟ يعني 10 دقايق. زي ما انتم شايفين معاكم بقى قشطه هي يعني هي انا انت بتعجنيها بتفردها هنا. هي الاول بتاخد برضو سمنه جوه، تمام، وبعد كده بتتفرد بقى. وبعد كده بتحط عليه بقى على وشها ايه؟ قشطه وسمنه برضو بندهنها. قشطه بالسمنه. تعالي حبيبتي الغالية جاية، تعالي يا مروه، يلا يا مروه اعملي حاجه صغيرتي ولا حاجه. بعد ما بيطلع بقى بيخرج من الفرن ايه اللي بيحصل معاه؟ بيتم بتحط عليه سمنه تاني؟ بنرش السمنه برده. ليه بقى؟ عشان يبقى الوش بتاعه ما يتكسرش، ويبقى الوش طري. عشان ما يتكسرش والفطيره تطلع طريه.
بقالك قد ايه في شغل الفطير ده؟ انا ايه دخلت على 20 سنه. بقالك 20 سنه؟ ممكن نقول انت اشهر صناعيه فطير بقى هنا. لا احنا كده خلاص الفطير استوى؟ كده استوى تهي ورش عليها سمنه. السمنه دي هي بتشربها بقى؟ بتشربها بقى والتانيه بتيجي عليها بتشرب منها وكده ورا بعض بقى. ده الفطير البلدي اللي معمول في فرن بلدي هنا بالحطب وبالخشب. فطير ليه طعم تاني صح كده؟ اه ليه طعم تاني عن اللي بره. ده الخشب اللي بتحمي بيه او بتحطوه في الفرن. تمام. هعدهم لك كده 5 6 7 11 كده. دي تاني فطيره. احنا كده بادئين معاكم من اول اليوم. من الاول اهو. انت ما حطيتيش السمنه اهي. طب انت خد مش مشكله مش مشكله خالص. بتحط قشطة وسمنة. احنا معاكم من اشهر مكان في محافظة المنوفية، برج المنوفية بقاله اكتر من 50 عام. بيتم فيه الفطير المشلتت. هنا بقى ناس كتير بتحاول يعني بتعدي من على الطريق السريع ده بيعدوا ياكلوا هنا. بيعدي كتير. اللي من اسكندريه والمصر كله بيعدي هنا ياكل هنا. اه. ده الفطير المشلتت. بصوا الناس هنا المشاهدين بيقولوا تسلم ايديك وربنا يكرمكم، يعني مبسوطين جدا من الفطير. احنا معاكم النهارده طول النهار مش هنسيبكم خالص. ده الفطير المشلتت السمن البلدي هنا في برج المنوفيه. برج المنوفيه ده احد اهم المطاعم الرئيسيه في محافظه المنوفيه وده تابع لمحافظه المنوفيه. احنا عايزين برضو نوري الناس ان الفطير ده بيتخبز في الفرن البلدي ده. ده خشب فواكه. احنا المكان الوحيد دلوقتي تقريبا في مصر اللي بيعمل الفطير على خشب الموالح. هو كله شغال بالغاز وكله شغال بالفران الطوب الحراري، بس النكهه الفلاحي بتاعت الفطير مش بتتعمل الا كده. ده بيبقى لها طعم تاني. بص هو عامة احنا اتعلمنا زمان ان اي حاجة بتتعمل على الجمر ليها طعم مختلف، يعني كوباية الشاي لها طعم مختلف خالص جدا، براد الشاي الصاج اللي بتحطه في وسط الجمر كده بيطلع لك كوباية شاي طعمها مختلف تماما عن نفس البراد لو حطيته على البوتاجاز. احنا بنشربه في البيت ملوش طعم زي هنا الشاي بتاع الشاي. انتوا بتعملوا شاي هنا؟ طبعا. شاي ومحشي وصواني بطاطس و... ورز معاه. بس اهم حاجه هنا الناس بتيجي عليها الفطير المشلتت. عشان هو مشهور من زمان. الفطير المشلتت هنا ليه معايير خاصه جدا. اولا هو شغال بالسمنه البلدي. نوع الدقيق اللي بنختاره نوع معين اللي هو 72% ده عنده حاجه.
تاني حاجه الميه اللي بيتخبز بيها الفطير ميه مفلتره، احنا ما بنخبزش ميه الحنفيه، احنا عاملين وحده معالجه ميه هصورها لك برده هخليك تشوفها، وحده معالجه مش فلتر، مش تمام. فلتر بيوت، لا وحده معالجه كامله، ان الفطير ده عشان يوصل انه يطلع باللون الفاتح ده لازم الميه اللي بيتخبز بيها ميه مفلتره 6% املاح. يعني الراجل بيجي اول ما الفلتر يبقى محتاج يتغير يقيس نسبه الاملاح في الميه بيغيره على طول. السمنه اللي بتتعمل هي نوعين، احنا بنحط على ال دي قشطه صافي، قشطه القشطه دي غير السمنه البلدي اللي بتتعمل على وش الفطير، دي بتتعمل بعد ما يخرج، ودي بقى قبل ما يدخل، عشان هو ليه ترتيب، هو لسه طالع، وشوف احنا ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين. حط عليها سمنه من دي، مش من دي، دي لما تحط اللي في ايديك دي سمنه بلدي بتترش على وش الفطير عشان القشطه بتتحط والفطيره لسه داخله. ده طبعا الفطير جاي لسه، ده بقى ده لسه فطير ده عجيل لسه هيتم، ايه اللي هيتم فيه بقى قولوا لنا بقى دلوقتي. خد المخصوص الاول هناخده بقى، احنا عندنا طبعا ثلاث مقاسات للفطير، عندنا فطير صغير وعندنا فطير وسط وبعدين تدخل الفرن، وعندنا المخصوص، ده المخصوص اللي بيتخلط، ده المخصوص، ده المخصوص، ده المخصوص الكبير ده، والصغير هنعمله مخصوص او صغير او وسط، مش معناه اي اختلاف في اي حاجه الا الوزن، هو الحجم بس. احنا بننافس الناس كلها على جمال على جمال طعم الفطير. لا ما حدش بينافسنا الحمد لله، احنا ما حدش يعرف، ما حدش يعمل فطير، احنا ما حدش يعرف، احنا المنوفيه، احنا المنوفيه ما حدش يعرف يعمل فطيرنا، احنا المنوفيه، احنا برج المنوفيه، احنا ما حدش يعرف ينافسنا بالفطير، ما حدش ينافسنا ولا باي حاجه نعملها. اولا التكلفه دي لو اي حد فكر يقرب منها، الفطيره اللي احنا بنبيعها ب 40 جنيه هيبيعها ب 100 جنيه يقرب، بس مش يعمل زينا احنا. بص يا استاذ محمد، دي قشطه فلاحي، بيور فلاحي، قشطه انت تشوفها، بص شايف المنظر، دي قشطه فلاحي، دي قشطه فلاحي، ماشي، دي قشطه ودي سمنه بلدي، دي سمنه فاهم، يعني الحاجات بتاعتنا الفرن البلدي والخشب والعفش والنفس، دي حاجه تختلف تاني برضه، مش كله، مش بقول لك مش كل من نفخ الطبخ، لا طبعا مش كل من نفخ الطبخ، يعني هنا المشاهدين كلهم مبسوطين من الفطير جدا جدا. والله الفطير ده انا كنت فاكر اول ما جيت طبعا وانا ما عنديش خبره، الناس دي هي كل الخبره، ان هي يعني ايه 6 رقات 10 رقات، فبدانا اعد اهو، 22 رقات، اتفاجئت ان الفطيره دي 22 رقه، والكبيره دي 32. انا عايزك تمسكي واحده كده في لا سخن، لسه سخن، لا لسه سخن، لا بس في ورقه دي 22 رقه، دي 22 رقه، دي 32 اللي هي المخصوص هتطلع بعد شويه، 32 رقه، وفي بقى الصغيره 15 رقه، الرقه يعني 15 رقه، يعني رقاق بقى ايه اللي هي التقطيع الصغيره اللي انا وريتها لك، كوره بتتغطس في السمنه البلدي وتتفرد وتحطها على بعضها، يوم لما تيجي تاكل تلاقي الفطيره مورقه وكلها ورق كده وحلو، مش حته واحده مكسوفه، مش هتاخد 4 بتص عليهم؟ لا انت هتشيلي ده الفطير ده؟ ده طالع بقى للبيع، ده هيطلع بقى، بس حاسب بقى عشان ايه السمنه بتسقط، ما شاء الله يعني بيتكلم عن نفسه. هنبدا بقى خبزه جديده، المخصوص بقى هيطلع، ده المخصوص بقى هيطلعوا لوحدهم في الشنه لوحدهم، فهي ليها ترتيب وليها عدد وليها وزن، يعني احنا كل فطيره بتخرج من الناس بتتوزن، بنوزنها، لو ناقصه رقاقه بنكملها، زايده رقاقه بنشيلها، يعني كله مظبوط. الحمد لله احنا اهم حاجه ان الناس تبقى مبسوطه، ان احنا نعمل حاجه ترضي الناس، احنا هنا عشان انبساط الناس، ياكلوا حاجه نظيفه، حاجه معموله بالنكهه الفلاحي. تعملي ايه اللي انت عملتيه بقى؟ قولي لهم كل عشوائيه علشان ايه ما تبقاش الفطير، ما تبقاش حمل، ما هو برضه الفرن ده ليه فن وصنع، مش اي حد يقعد قدام الفرن، لا 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 والله الله يحميها يا رب. الحاجه ايه بقى اسمها ايه؟ هنا نجلاء مصطفى، نجلاء مصطفى اشهر صناعيه لعمل الفطير هنا، الفطير المشلتي. اسالهم كم سنه؟ ما انا ما كله 20 وال 10 سنين وال 15. اكتر واحده هنا في المكان مين؟ اقدم واحده ام محمود، اللي هي جايه دي، احنا بعدها كده،
دي اشهر خبازه فطير هنا. واقدم هنا. واقدم هنا. بقى لك كام سنه هنا؟ انا من سنه 2000. من سنه 2000. سنة 2000. بقى لك 21 سنه. 21 سنه السنه. عملت فطير كتير قوي، ده ناس كتير قوي كلت من ايدك كده. وزراء وزراء وبره فطيرنا بيسافر بره. بيسافر في كل حته في العالم. بيجي هنا بدري يكون فطير مسافر مع الطياره. بنخرج بدري ويجي ونعمل السير في كل حته. بنشوفه يعني كميه برضه شغالين اكتر حاجه مشهوره. هو البرج اساسه الفطير. ما بعرفش فطير فطير ما بعرفش ازغرق والله. في حد كان بيزغرب بس مش عارف مين. اهم حاجه الفطير. سيبنا نزغرط ما زغرتش، اهم حاجه الفطير الجميل ده. دي المخصوص. ايه بقى هتعملي ايه بقى في المخصوص دلوقتي انت؟ مفيش فرق اصلا بين دي. وتحطي زبده برضو على الحته اللي هي القشطه دي. بس هي بقى ايه يعني حجمها كبير شويه وحجمها صغير شويه. دي بثمن ودي بثمن. مش بثمن واحد يعني. اهم حاجه عندنا الطعم. لا هو طعمه كله واحد. الفرن البلدي. ايوه الفرن البلدي والخشب والعفش والنفس برضو. والنفس اهم حاجه. ركز على النفس. ام محمود. ايوه مع ام محمود مش هتقدر تغمض عينيه. طب وعندنا الست ام حسن والست ام سيد. دول حكايه ثانيه خالص يعني. كلنا برضه هنا وكلنا بنقعد قدام الفرن. ربنا يعينكم ويقويكم. ام احمد وام سيد. انا مبسوط ان انا معاكم النهارده والله. ام محمد احنا اللي مبسوطين والله. ربنا يخليك. ان انت برضو الناس هتسمع بينا وهتشوف. طبعا طبعا. اصل احنا اشهر محافظه في الفطير. احنا اشهر محافظه. ولا ايه؟ ولا في محافظات احسن؟ لا برج الزمالك مغطي على من زمان والبرج ده مشهور. من زمان يعني. في محلات كتير بتعمل. في محلات كتير بتعمل. بس هنا لنا طعم خالص. لا ما حدش بيقارن الفرن. اهم عشان الفرن الفلاحي. حتى لو عملوا بنفس السمنه اللي احنا بنعمل بيها احنا برضو نختلف. عشان الفرن الفلاحي طعم وريحه فرن الفلاحي. بتعملوا بقى هنا بتقولوا زي ما انت بتقول الفرن ده بتعملوا فيه محشي برضو. المحشي ده اللي بتعملي الرز المعمر. المحشي ده بيتعمل على الكانون. ايوه في كانون هنا برضو. بنعمل تعملوه حسب الطلب يعني. حسب الطلب. هم لو عايزين يعملوا برضو طواجن او طواجن بره هنا في الفرن البلدي برضو. الطواجن الحاجات دي تبقى لها طعم برضو ثاني غير طعم الريحه البلدي والدخانه والحاجات دي والدول على البلدي بتدي طعم ثاني خالص. دي برضو مخصوصه. يلا يا هات مشنا للعادي يا ام محمود. دي العادية بقى. بدأت في العادة. بدأت في العادة تاني. كده المخصوص. بنعمل مثلا في اليوم كم فطيرة؟ ده على حسب. في يعني بنعمل 200. 200 150 حتى بس شغل يعني. هنا الناس بتقول لك يا ام محمود يا عسل. احنا عايزين العنوان فين؟ المشاهدين هنا بيتابعوكم. العنوان هنا برج المنوفيه. عايزين ايه بس؟ الناس المشاهدين كلهم مبسوطين من الفطير. تعملي اي مين.
المهم الناس عاجبها الفطير، مبسوطين جدا المشاهدين مبسوطين. تاني هنقول للناس تاني الفطير بيتعمل ازاي. احنا ما حدش ايه؟ ما حدش يعرف يعمل فطيرنا خالص. هنقول تاني بيتعمل ازاي، بيبدا ازاي. بالبدايه في الاول بنحط الدقيق ونحط عليه الميه وشويه ملح، ميه وملح بس، خميره ولا اي حاجه خالص، ميه وملح بس. مفيش خميره خالص. لا مفيش خميره. بنقطعه بقى تقطيع تبقى صغيره كده، اسمها راق يعني. دي رقات. الكرة دي بتتفرد بالراحة كده، بتبقى عبارة عن راق. كل فطير حسب وزنه بياخد عدد من الرقات. يعني فطيرة كبيرة تاخد لها 24، الصغيرة تاخد 15، التانية الكبيرة خالص المخصوص بتاخد لها 32، على حسب ما هي عايزاها كبيرة او صغيرة. دي بتبقى حسب الطلب، على حسب الوزن. ونرجع بقى بنسيح السمنه، ما نخليهاش سخنه قوي، نبطل بيها الفطير ونستنى يرفع حبه. ونجيبه بقى على الفرن، بنبقى مولعين الفرن كده ونبتدي نفرد بقى، نفرده كده عشان نعمل للناس احلى فطير. عشان نعمله. شايفين السمنه، شايفين يعني السمنه الزبده هنا على الفطير. احنا هنا المنوفيه في الفطير محدش ينافسنا خالص. لا مفيش، محدش بيخبز بالطريقه ديت الا هنا في المنوفيه بس. وخاصه الافران البلدي برضو، ما عادش افران بلدي زي زمان برضو. مفيش كده ومفيش الافران دي خالص. وبعدين احنا لو هنعمل الكميه دي الفرن الثاني ده ما يكفيش، يعني بندخل واحده بواحده، ده احنا نقعد ما نخبزش حاجه، لما ندخل 4 5. اسلام.
كده الفرن واخد 5. خلاص زي ما انتم شايفين الفرن قدامكم فيه كده 5 فطاير. دول قدامهم حوالي قد ايه على ما يطلعوا بقى؟ 10 دقايق. 10 دقايق مستر رامي، قول لنا هنا الاسعار عشان الناس هنا المشاهدين بيتابعونا وعايزين يعرفوا الاسعار. الاسعار نقول لهم يجوا ينورونا، واحنا اسعارنا مناسبه للجميع. يعني سعر الفطيره بيبدا من كام؟ ارخص فطيره في مصر في الفطير السوري. احنا عندنا فطير 3 احجام. انا بشوف الفيديو معاك على فكره. لا خليك معايا دلوقتي. بس لا ده انا والله تعليقات الناس عجباني ما شاء الله كلها ايجابيه. قول لنا الفطيره هنا بتبدا من كام؟ 60 من 40 60 وده الوسط. والمخصوص بقى حسب الطلب ده بيتعمل يعني. في عسل وجبن حاد او كلام من ده ولا ايه؟ ولا مفيش؟ عسل. الناس بيقولوا لك احنا عايزين في توصيل للمنازل. في توصيل. في رقم برج المنوفيه على صفحه برج المنوفيه على فيسبوك. الصفحه اللوجو الاصفر دي عليها رقم التليفون هنا الارضي، واحنا بنقدر نوصل لاي مكان يعني. عايزين اي عدد تمام. واحنا كتير مثلا في مصر، في القاهره، في اسكندريه، في كفر الشيخ، في كل عادي. وان شاء الله عن طريق توصل لاي مكان. اي مكان. التوصيل للدقي بكام في القاهرة؟ فينا وفي أحد المشاهدين بيسألنا. وما احنا هنصور حتى احنا بنسيح هنا. التوصيل للمنازل لو للقاهرة. حسب المسافة. حسب المسافة. بيبقى حسب المسافة وحسب الكمية برضو اللي مطلوبة يعني. ما يعني لما حد بيطلب كميات غير طبعا لما بيبقى طالب. هي كده كده المشوار واحد، فبنبقى فيه يعني. بس احنا هنقول احنا احسن فطير في مصر. ولا ايه؟ احنا بص، هي محافظه المنوفيه من زمان مشهوره بالمخبوزات يعني. يعني فطير القرص اللي هي باللبن الرايب. دي برضو حاجه خاصه بالمنوفيه زي بالظبط اسوان والصعيد، ما هم معروفين بالعيش الشمس وكده. احنا عندنا معروفين بالفطير القرص الطريه اللي هي بنعملها برضو هنا، موجوده هنا برضو. قول لنا بقى الجبنه الحادقه فين، والعسل ده موجود ولا ايه؟ الناس الناس عسل نحل اسود وعسل نحل واخد شهاده في معامل من هنا من طنطا. وجبنه قديمه وجبنه قريش فلاحي وقشطه، نفس القشطه اللي احنا بنعمل بيها الفطير. يعني احنا دايما منتجاتنا واحده، ما بنعملش حاجه للبيع يعني. كل واحد السمنه البلدي اللي احنا بنشتغل بيها للفطير موجوده عندنا. القشطه اللي بنعمل بيها للفطير موجوده للبيع يعني. الحمد لله رب العالمين معيارنا واحد، سواء للي هياخد حاجه ياكلها او هياكلها في الفطير. يعني هو المعيار واحد الحمد لله، مثبتين للمصداقيه يعني. مش علشان يبقى الفطير بيتعمل له حاجه وده الناس كل واحد عندنا يعني. نفس القشطه ونفس السمنه اللي بتتباع بره في المنفذ الجاي يعني. من المغرب؟ لا ما بنوديش فطير المغرب. لا كله لا. لا السلام عليكم، انا من المغرب عايز فطير. لا ما لا يا فندم، لا المكان احنا داخل مصر بس. المكان فين؟ في المنوفيه. بص احنا على الطريق السريع، على طريق مصر اسكندريه الزراعي في اوسما، ومكاننا مسجل على جوجل. اول ما تخش على جوجل مابس تكتب برج المنوفيه هيطلع لك برج المنوفيه السياحي ده على طريق مصر اسكندريه الزراعي في مدينه اوسما. في حد تاني بيقول لك ايوه الجبنه الفلاحي مع الفطير. لا ايوه الجبنه القديمه مع الفطير. الجبنه القديمه مع شويه طحينه مع شويه زيت بيبقوا حلوين. هنرجع برضه تاني ونقول احنا احسن ايه؟ احنا احسن فطير. احسن فطير في برج المنوفيه في مصر كلها. في مصر كلها. ومحدش يعمل صنعتنا. خالص. محدش يقدر ينافسكم؟ محدش يعرف يعمل صنعتنا. ممكن حد تاني ينافسكم؟ لا لا. محدش يقدر. هو بيعكين مليان بيعكين.
فاضل اثنين. احنا معاك معاك لحد ما تخلصي خالص، مش هنسيبكوا خالص النهارده. لا لسه جاي ثاني ما لا. اخر فطيره دي اخر حاجه ماشي لسه بقى هيجي تاني يعني. امه ايه بقى تاني عشان نقول امه اني اه امه اسماء امه اسماء احنا احنا احسن فطير فين في برج المنوفيه في مصر ولا فين في برج المنوفيه وفي مصر بحال مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع كنا معاكم في جوله داخل برج المنوفيه اشهر مطعم على مستوى اكتر من 50 عام في الفطير المشلتت. كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع محافظة المنوفية. دمتم في امان الله ورعايته. قدام الفرن البلدي ورينا بقى بتحمي ازاي بقى يعني بتحط اللي بحط خشب كده زي ما بتقول لنا كده انا بحمي بتحمي ازاي بحط خشب كده بقى ويقوم مولع تمام على ما اجي بقى اجيب العجين واجيب يكون سخن تمام نكنس بقى نبرد الفرن ونشطب تمام كنا معاكم مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع من هنا من مطعم البرج اشهر مطعم في محافظه المنوفيه اكثر من 50 سنه في عمل الفطير المشلتت كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع محافظه المنوفيه دمتم في امان الله ورعايته